لكن على مستوى الملعب خلينا أتكلم من البداية. موسيماني عمل للنادي شغل كويس، عشان نديله حقه الأول قبل ما نقول أي حاجة تانية. صحيح، عمل شغل كويس وكسب بطولات أفريقية بطولتين، وكسب سوبر أفريقي مرتين، وكذا وكذا، برونزية كأس العالم مرتين. لكن مش معنى هذا ان لو واحد عندي كسب كده بستمر فوريفر يعني طول عمره، لا خلاص المرحله وانتهت. صحيح، لان اجي اشوف بقى ايه الحصاد اللي حصل في موسم 2021 2022 اللي احنا فيه ده، الحصاد بتاعه ايه. الحصاد بتاعه ان هو يعني من ضمن الحاجات المشاكل اللي حصلت هو بيدي اللعيبه اجازات كتير، 10 ايام و8 ايام وحاجات زي كده. وحتى لما جه قبل كاس العالم للانديه لاعب الفريق الشباب بس دون الكبار اللي هم مش في المنتخب، في لعيبه كبيره كانت مش في المنتخب لكن ما ادهمش. لما جه لعب في بطوله كاس العالم للانديه وفاز على الهلال وخد المركز الثالث، ارجع هذا هو نفسه ارجع هذا الى انه انا ريحت اللعيبه عشان جاوا يلعبوا مرتاحين، انا اللعيبه مش فت. بدليل بعد هذه المباراه ماذا حصل؟ خسر من سان داونز رايح جاي، كسب الهلال بالعافيه وتعادل بره وكسب بالعافيه. صحيح. كسب المريخ مرتين بالعافيه. صحيح، لعب مع فريق وفاق الصيف يعني صحيح. يعني صحيح. مستوى متاح ليك انك انت تفوز فيه. طب نيجي بقى على مستوى الدوري العام. السنه اللي فاتت لو تتذكر الدوري العام احنا النادي الاهلي خسروا ازاي؟ خسروا ان في اخر 10 مباريات كان النادي الاهلي متفوق على المنافس بتاعه اللي هو نادي الزمالك بحوالي 4 نقاط. فكل مره يقول لك احنا لو كسبنا يتعادل يتعادل يتعادل، تعادلنا حوالي 6-7 مباريات واحنا احنا المتقدمين. يعني البيراميدز كنا متقدمين وتعادل في اخر دقيقه. البنك الاهلي كنا متقدمين وبامبو عمل هيز في اخر دقيقه. الاسماعيلي كنا متقدمين واللعيب التونسي فخر الدين بن يوسف سجل هدف. صح، واخد بالك؟ اتعادلنا مع الجيش 0-0. صحيح، راحت كل النقط كلها وانت متقدم مع هذه الفرق. لان اداره المباريات دي كانت غير جيده. يعني اداره من البدايه، سواء تشكيل سواء تغيير سواء ازاي المحافظه على الهدف اللي عندك لاخر وقت ما قدرتش تعمله. ده الكلام ده كان فين؟ في اخر 10 مباريات او 8 مباريات. احنا الان الدوري العام النادي الاهلي بيلعب في الاسبوع الكام؟ مش عارف 13 او 14. مش كده؟ لا اكتر شويه كمان. اخر 4 مباريات للنادي الاهلي في الدوري خسران 9 نقط. خسر من المصري، اتعادل مع الجيش، ومع سيراميكا، وتعادل مع البنك الاهلي. مظبوط، وكسب انبي بصعوبه كمان. وكسب انبي بصعوبه هو، وكسب من المصري الاخراني. فضيع النقط دي كلها، خساره وثلاث او 4 تعادلات. فطبعا 8 بونت او 9 بونت خسرهم في 4 مباريات. وده لسه احنا في نص الدوري. يعني دخلناش في الاخر. ده مؤشر يبين لك انه اللعيبه دي مش فت. هو يقول وبعض الناس تقول اللعيبه ده اوفرلودد او مجهدين. لا مش مجهدين من ايه؟ اذا كان بيدي 10 ايام في اجازات و8 ايام في اجازات، كل هذه الاجازات، وبعدين حتى التدريب نفسه برضه الواحد ملم بما يحدث في التدريب. صح، بيعملوا دواير كده وبعد كده تقسيمه يوقفها 7-8 مرات عشان يشرح وبتاع. فاللعيبه ما فيش فيتنس، ضايعين. الماتش اللي فات مع بيراميدز، الماتش اللي قبله مع سيراميكا ضايعين، مع البنك الاهلي. البنك الاهلي رايح للجول 4-5 مرات في الاخر، كان ممكن يجيب الجول دي كلها. فالنادي الاهلي مش قادر بدنيا، مش قادر. فوق عن هذا في حاجات بقى يعني معنويه. في لعيبه يعني فقدت ثقتها معاه، يعني شريف، قفشه، في لعيبه هو مبعدهم، ما بيبتديش بيهم. لما يزنق ينزلهم في الاخر. مع انه شريف في اوقات كتير كان هداف وماشي كويس قوي في الدوري، وبعدين حتى لو جه فتره من الفترات متعثر اسيبه، لازم لحد ما ياخد ثقته ويكسب تاني. صحيح، ويجيب تاني. واثناء المباراه ما غيروش، اللي بيهداف ده ما مش لازم اغيره الا ممكن يجيب جول في اخر دقيقه، ما اعرفش امتى يجيب. صحيح، فدي برضه من ضمن المشاكل. صحيح، التشكيل والتاكتكس اللي بتلعبيها عليها مشاكل. يعني مثلا النهارده احنا لعبنا ربع ساعه او ثلث ساعه في الاول في نص ملعبنا بدون داعي، ما فيش حد ضاغطنا ولا حاجه، قاعدين
كرة تلعب من ياسر لأيمن أشرف لعنول ترجع كده ليه؟ أنا بحضر ليه هنا؟ صح. أي تحضير؟ أنا ما عنديش التحضير ده، أنا كان لازم أضغط عليهم من قدام من البداية وأصدر لهم الخوف. صحيح. بالضغط من قدام. صحيح. علاوه علاوه على أني يعني الاثنين سنتر باك اللي عندي ما هماش الفوتبولرز اللي ممكن يبتدي الهجمات من تحت ويقدر أبدا. اخر حاجه هيروح شوط طويل، طب ما يشوط الشناوي مثلا. صحيح. فانا حصرت نفسي تلت ساعه في نص ملعبي لحد ما جه فيا الجول طوعيه، وجه الجول من اخطائنا، الشناوي راح شايطها اي كلام، راح شايطها جاب جول. صحيح. لان انا بلعب في نص ملعبي من الاول، ليه اعمل كده من الاول؟ صحيح. فانا صدرت الفرقه الثانيه ان انا خايف وان انا وصدرت لعيبتي ان احنا مش كويسين ومش قادرين، فاحنا بنحافظ نضيع وقت بالكوره، واديت فرصه للفريق اللي قدامك كمان انه يحس ان هو احسن منك. بالظبط. وبعد كده في التشكيل برضو في ناس قعدتها وبعدين نزلتها، زي شريف لما نزلت بعدها، زي قفشه لما نزلت بعد كده. فدي كلها برضو ما تعرفش يعني احتوائه للعيبه من ناحيه النفسيه مش جيده. لان في ناس بيبعدها وبدون ما يعني يحضرها. لا وهفكرك كمان يا دكتور طه بحسام حسن وميكيسوني، دي لعيبه هو اللي جايبها يعني كمان. ما انا بس هو كمان يعني هو كمان انت اللي مختارهم، مش حد. انت جبت حسام حسن يعني بعينيك انت طلبت اديله دقيقه في دقيقه في دقيقه، وهو اللي اديله فرص، اي فرص اديله دقيقه في الماتش، بعدين في الاخر انزله ماتش مش عارف ازاي. صح. في حاجات سوني كمان لاعب اجنبي، ده انت جايب لاعب اجنبي كمان، ده مش لاعب مصري يعني، لاعب اجنبي بيدفع له فلوس كتير. فهو للاسف الشديد تشكيلاته، تدخله في التشكيل وتغييراته اثناء المباريات والمعامله النفسيه، يعني الكوتشنج بروسيس، يعني العمليه التدريبيه. العمليه التدريبيه مش كل حاجه عندها التدريب والناحيه البدنيه والكلام ده، ده بيعمله المدربين، انما كلها عوامل نفسيه. ازاي احضر لعيبتي؟ ازاي اعمل موتيفيشن؟ ازاي لعيب سقط مني في ماتش اوقف على رجله طول الاسبوع عشان احط له جول كيبر جاف يقولين ما الماتش ميت، اجي في الاسبوع اعمل له تدريبات، من خلال التدريبات دي برفع معنوياته عشان يقدر يلعب المباراه اللي بعدها. صحيح. ازاي بعامل لعيب اللي حتى مش هلاعبه نفسيا، بعرفه والله التكتس هعمل كذا كذا، لكن انت برضه اللاعب بتاعنا، انت الاساسي، انت كذا كذا. دي كلها امور نفسيه لازم، مهم جدا ان انا ابقى معرف اللعيبه بتاعتي كلها بحيث تبقى كلها حواليا.